بطبيعة الحال احنا نشكر كامل سكان هذه المنطقة، سكان ولاية البجاية على هذا الاستقبال الحار. إن شاء الله سوف تتواصل الحملة معهم إن شاء الله إلى أن نصل إلى الأهداف التي سطرناها من خلال مشاركتنا. إن دل على شيء اليوم هذا الاستقبال الحار فإنه يدل على الوعي الكبير لسكان هذه المنطقة وتشبتهم بالمبادئ الوطنية وبوطنهم وبالمبادئ الديمقراطية. نشكرهم كثيرا على حفاوة الاستقبال ونعيدهم بأننا إن أعطيت لنا الفرصة لتسيير البلاد بأننا سوف نكون أهلا بهذه الثقة وأهلا بهذه المسؤولية التي وضعوها اليوم على عاتقنا. اليوم هذا الاستقبال الحار وهذا الحضور الشعبي القوي يحفزنا ويشجعنا لنواصل هذه المسيرة خلال الحملة الانتخابية ونتشارك أفكارنا وبرنامجنا مع كافة الجزائريات والجزائريين. زرنا اليوم في ولاية البجاية وولاية البويرة الكثير من المناطق، ويعني زيارتنا كانت لديها الكثير من الدلالات لارتباط يعني لارتباط هذه المناطق التي زرناها بتاريخنا وبحضارتنا وبتنوعنا الثقافي. أين ذهبنا وزرنا يعني ضريح الشيخ أحداد، وهذا احنا بغية منا لتشجيع الإسلام المتسامح، الإسلام الذي يحمل قيم التسامح وقيم التفتح، وأيضا تشبثنا بالقيم الوطنية. وكانت المناسبة أيضا هنا في قرية أوزلاين وإفري أوزلاين للترحم على شهداء الثورة التحريرية والاستذكار مبادئ مؤتمر الصومام التي بني وأسس عليها حزبنا وبني وأسس عليها برنامجنا الانتخابي. نحن ما زلنا يعني متمسكين كثيرا بمبادئ مؤتمر الصومام ومبادئ أول نوفمبر 1954، وسوف نحاول عبر برنامجنا وعبر خرجاتنا هذه لمحاولة إعادة بناء وعي جماعي يكفل في نفس الوقت مبدأ الالتزام والدفاع عن الوحدة الوطنية، عن السيادة الترابية وعن الجزائر بكل مقوماتها، ويكفل أيضا مبادئ أو الالتزام بالدفاع على المبادئ الديمقراطية ومبادئ الدولة الاجتماعية. احنا اليوم نظن بأن هذا الاستقبال الحار يشجعنا نواصله للأمام ونجسده إن شاء الله أفكارنا في أرض الواقع. وشكرا للصحافة اللي رافقتنا طيلة هذا اليوم، شكرا لكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.